ألو، صباح الخير يا نور. عصام كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وأنت؟ الحمد لله. أين أنت؟ أنا في المدينة المنورة في الفندق. ممتاز، ها هو طارق. بابا، كيف الحال يا طارق؟ أنا بخير. هل المدينة المنورة هي مدينة الرسول؟ نعم، أنت تلميذ جيد يا طارق. شكرا يا بابا. ها هي ريم. بابا، هل أنا تلميذة جيدة أيضا؟ نعم يا حبيبتي. وأين السيد أمين؟ هو في الغرفة. إلى اللقاء يا بابا. إلى اللقاء يا ريم. ما هذا؟ هذا دليل المدينة المنورة. لا، هذا دليل جدة. آسف. أين دليل المدينة المنورة؟ في الغرفة. أين في الغرفة؟ في الحقيبة. هذه مدينة جميلة. نعم، ومهمة أيضا. ذاك الحي الجديد أين؟ هناك، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ هناك في الحي القديم. إلى نور وطارق وريم، السلام عليكم. أنا في المدينة المنورة، وهذه صورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خريطة السعودية. السعودية؟ نعم، بابا والسيد أمين في السعودية. لا، بابا في المدينة المنورة. والمدينة المنورة في السعودية. هنا. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا نور. عصام كيف حالك؟ عصام كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وأنت؟ بخير الحمد لله، وأنت؟ أنا في المدينة المنورة. أنا في المدينة المنورة. كيف الحال يا طارق؟ كيف الحال يا طارق؟ هل المدينة المنورة هي مدينة الرسول؟ هل المدينة المنورة هي مدينة الرسول؟ أنت تلميذ جيد يا طارق. أنت تلميذ جيد يا طارق. إلى اللقاء يا بابا. إلى اللقاء يا بابا. إلى اللقاء يا ريم. إلى اللقاء يا ريم. هذا دليل المدينة المنورة. هذا دليل المدينة المنورة. هذه مدينة جميلة. هذه مدينة جميلة. ذاك الحي الجديد.
ذاك الحي الجديد ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ هناك في الحي القديم. هناك في الحي القديم. أنا في المدينة المنورة وهذه صورة مسجد الرسول. أنا في المدينة المنورة وهذه صورة مسجد الرسول.